حمدان بن زايد يستقبل وزير الداخلية البحريني. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد المهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بقصر النخيل مساء أمس معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، الذي يزور الدولة حاليا لحضور معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر أيسنار الذي انطلقت أعماله أمس الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد المهيان بوزير الداخلية البحريني في بلده الثاني دولة الإمارات، مؤكدا سموه على عمق الصلاة والروابط التاريخية والاجتماعية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين على كل المستويات.